السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عاملين إيه؟ كتير وحشينا جدا. النهاردة أولى فقراتنا من الحياة، من برنامج الحياة حلوة. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن شيء يهمنا جدا ويهم كل مصر ويهم كل بيت مصري، فهو عيد الأم. الأم التي تحملت يعني ابنها في بطنها 9 أشهر وعانت وحست بكتير بألم، وهي بجد الصدر الحنون لنا كلنا. وحابب أقول لأمي كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، يا ست الحبايب يا أمي. وحابب أقول لكل أم مصرية كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وسعادة. وبجد بجد بقول لكم كل الأمهات كلها كل سنة وانتم طيبين في مصر وفي العالم العربي كله. بجد بحبكم كتير، بحبكم في الله. حابب اقول لكم النهارده اول من قرر يعني اللي يكون احتفاليه بعيد الام النهارده وهو الصحفي العظيم علي امين رحمه الله، ومصطفى امين اخوه شقيقه. طبعا قال في الجريده بتاعته اخبار اليوم، قال انا ليه ما يكونش في مصر موجود عيد للام؟ لازم يكون للام دي يعملوا لها عيد الناس كلها تفرح فيه ونفرح امنا فيه. فطبعا كتب في صحيفته ان هو لازم يكون في يوم من الايام في السنه يكون عيد الام. وهو اليوم قرر يعني حسموا الأمر واتفقوا عليه اللي هو يكون يوم 21 مارس، وطبعا وافق عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فخر الصعيد وفخر العرب، الرئيس زعيم الأمة الرئيس جمال عبد الناصر. قرر القرار ده إمتى؟ يوم 21 مارس 1956 باحتفالية لعيد الأم في مصر وفي العالم العربي بأكمله وفي الشرق وفي الشرق الأوسط بأكمله. النهاردة داخلين على يوم جميل، يوم عظيم، فهو عيد الأم. أمي ثم أمي ثم أمي. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الأم 3 مرات، 3 مرات. في حد راح قال واحد يعني خبط على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أين يعني من يكون لي صاحب من أمي وأبي؟ مين اللي يكون أقرب واحد ليا من أم وأبي؟ قال له أمك ثم أمك ثم أمك. 3 مرات، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. يبقى الأب رابع حاجة ذكر الأم 3 مرات. طبعا الأم هي مدرسة الحياة، الأم هي بهجة الدنيا، هي حلاوة الدنيا ويعني وعظمة الدنيا كلها، لأن كل واحد فينا لازم لازم بجد يراعي أمه ويراعي أبوه ويكون لهم يعني في بر للبر لهم، في طريقه للبر، يعني انا اكون تحت بر ابي وامي لاخر يوم ليا في عمري. بجد بجد مفيش احلى واجمل من وجود امك جنبك. الام هي الامان لك، هي الاطمئنان لك، هي مصدر السعاده لك. انا عن نفسي امي هي حياتي، هي كل يعني كل ما املك في الدنيا بعشقها وبحبها، وكلمه اللي تقولها بتوجعني في قلبي. حابب يعني اخلي الناس كلها، الناس اللي بتحتار اللي هي تجيب ايه لمامتها وتجيب ايه في عيد الام ده، نجيب لها ايه؟ طبعا انتوا عارفين في انزحام كبير جدا في الاسواق وفي الشوارع المصريه على حاجه احنا بنشتريها كلنا لمامتنا. بلا وهي ايه هي؟
الكوبايات، بشتري لماما كوبايات. انت بتشتري لمامتك ايه؟ بتجيب لها كوبايات؟ انت بتجيبي لها ايه؟ بتجيبي لها كوبايات، بتجيبي لها ملتزمات المطبخ. طب هي هتنفع بايه؟ بتنفعها بايه؟ بس الام بتنتظر اليوم ده وبتكون سعيده جدا 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 لما ابنها يفتقرها، ويفتقر اللي هي يعني اللي يفتقر، تفتقر اللي هو مثلا افتقرها بالكوبايه اللي هو افتقرها بيها دي، او افتقرها وقال لها يا امي كل سنه وانت طيبه، يا امي انا بجد بجد مبسوط جدا بلقاكي. وطبعا من موقعي هذا احب اعزئ واهالي الشهداء، الام اللي افتقدت ابنها في الاحداث وفي مدار الوقت المضى من حياتنا، فبقول لها ابنك عايش يا ست الكل، ابنك عايش يا امي، كلنا ابنائك، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وانت بخير وسعاده، كل سنه يا ست الكل وانت معانا، وانت موجوده جنبي، وانت موجوده جنبنا كلنا، كل ام مصريه فهي ست عظيمه. معانا اتصال تليفوني، ندى اهلا بيك يا ندى. عايزه، اتفضلي يا استاذه انا ندى. عايزه اقول لماما كل سنه وهي طيبه. كل سنة وهي طيبة طبعا يا ندى. انت عندك كام سنة يا ندى؟ ندى يا ندى، الاتصال اتقطع. شكرا 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 يا ندى. بنوصل صوت ندى الماما بتقول لك يا مامة ندى كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وانتي بخير، وكل سنة وكل أم مصرية بخير وسعادة. بجد ندى النهارده كان نفسي المكالمه ما تتقطعش عشان اعرف حب يعني هي هتجيب ايه لمامتها. فطبعا كالمعتاد كل واحد بيجيب لمامته حاجه، في واحد بيجيب لها كوبايات، في واحد بيجيب لها طقم صواني، في واحد بيجيب لها مكنسه كهربائيه، في واحد بيجيب لها مايكروويف، على حسب احتياجات الام. بس هي مش محتاجه غير كل سنه وانت طيبه يا امي، أمي أنت مالية عليا الدنيا كلها. طبعا الناس اللي اتحرمت من أمها فهي تهدي أمها هدية كبيرة جدا وعظيمة جدا، وصدقوني راحوا في أماكن يعني هم في إيد الرحمن وبين إيد الرحمن، فهم في مكان أحسن من اللي احنا قاعدين فيه وأحسن من اللي احنا عايشين فيه، رحمهم الله جميعا. وحابب اقول لكم تقولوا لهم يعني الهديه اللي انتوا تهدوها لهم الرحمه والغفران، اللي انتوا يعني تدعوا لهم بالتسامح، وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين والمسيحيين اجمعين. فنرجع لموضوعنا، فهو عيد الام. الام هي اللي تحملت الألام السنة الماضية. رحت زرت أحد من الناس، يعني رحت زرت مستشفى المسنين، فيها مسنين كتير، فسألت الناس اللي موجودة نفسك في إيه في يوم زي ده؟ تتخيلوا ترد عليا تقول لي إيه؟ نفسي ابني يسأل عليا. طب ابنك فين من ساعة ما تزوج وهو نسيني، ما بيسألش عليا، بقاله قد ايه؟ بقاله 6 شهور. 6 اشهر يعني انت 6 شهور ما بتسألش على مامتك؟ ده انت جاحد يا اخي. ليه؟ الام دي جنة الحياة. في شخص راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا حابب أجاهد في سبيل الله. فسأله قال له أمك عايشة؟ قال له نعم يا رسول الله. فقال له روح جاهد، يعني روح اركع تحت رجل أمك ولبر الوالديك، خليك تكون قد اللي انت تكون بر الوالديك. ساعة ما انت تكون في
في بر الوالدين لأمك هتلاقي نفسك حجيت بيت الله حج وعمرة وجاهدت في سبيل الله. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده. فشوفوا بقد ايه ان الام دي كل حاجة حلوة في الحياة. الام هي الحياة، هي الامل، هي كل حاجة حلوة في الدنيا. وطبعا الوالد، طبعا والدي وحبيبي وصديقي وكل حاجة حلوة ليا والدي. معانا اتصال تليفوني ونقول السلام الو. عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حمادة، الو. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ ازاي حضرتك يا شيخ حمادة، عامل ايه؟ الله يخليك استاذ احمد، ازاي حالك انت؟ مش تمام؟ اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. والله احنا يا اخي الفاضل احنا نشكر موضوعك الطيب، ربنا يبارك فيك، موضوعا في منتهى الجمال والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ حمادة. يا سيدي عزك الله ان شاء الله. ربنا حضرتك طبعا اتفضل. طبعا حضرتك تمام، يعني موضوع ده تمام، يعني احنا امنا ليها حق علينا. الام ليها الحق طبعا. ده طبعا ايه، رقم واحد. رقم اثنين، ان احنا مش لازم ان احنا نحتفل بعيد الام في يوم واحد بس في السنه. ده حق علينا ان احنا نحتفل بيها في كل وقت، في طبعا كل ساعه، طبعا في كل احنا يوم. طبعا احنا لو فضلنا نكلم من النهارده لحد اخر عمرنا مش هننفق امنا. احسنت والله. طبعا شوف، طبعا يعني طبعا ربنا تمام في كتابه العزيز قرن عبادته تمام اتفضل بايه؟ بجنس الام والاب. تمام، كل ما ربنا يتكلم عن العباده يذكر بعدها من الام والاب. الأم والأب. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا. وبالوالدين إحسانا. الجنة تحت أقدام الأمهات يا شيخ حمادة. نعم. الجنة تحت أقدام الأمهات يا شيخ حمادة. أحسنت والله أحسنت. تمام، شوف يعني ربنا قال لك إيه؟ قال لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ونعم بالله. وبالوالدين إحسانا. ونعم بالله. تمام. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول له يا رسول الله إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولكني لا أستطيع. تمام، شوف النبي قال له إيه. قال له يا أخي أحية أمك، أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم برها، فإن فعلت فأنت حاج وعامرة. طبعا يعني أكنه حج وعمل عمرة وقتها. نعم أحسنت. طبعا يعني الحجة والعمرة تمام والجهاد في سبيل الله من اعظم الحاجات اللي هو ربنا ممكن تمام يتجبرها من العبد. طبعا. تمام، سيدنا النبي رضي الله لما عنه واحد عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك ثم امك ثم ابيك. ثم من؟ قال امك. قال من؟ قال ابوك. تمام، فسيدنا النبي جعل الأم ثلاث أضعاف رجل. ليه؟ الأم التي حملت، الأم التي سهرت، الأم التي يعني عانت ما عانت مع الإبن. تمام، يعني الأم سبحان الله العظيم. تمام، يعني من ساعة ما الولد ربنا يعني أكرمه وهو في بطن أمه. طبعا. تمام، الأم سبحان الله في تعب. أيوه صح. تمام، فيعني تعب أثناء ما هي حامل، تعب أثناء ما هي بترضع، تعب. تمام، في الـ يعني الأم ما تحبش، يعني سبحان الله، يعني الأم ما تحبش ابنها يكون تعبان. تمام، طبعا. لو أنت سألت أمك يا أمي يعني لو أنت خيروكي مين يبقى تعبان، أنا ولا أنت؟ تقول لك لا يا ابني أنا عايزك أنت حي قدام عيني. صح. تمام صح، سبحان الله. فطبعا فيعني احنا من حقنا، تمام، من حق امنا علينا ان احنا لازم نقدم ليها كل ادب، كل حنان، كل اخلاص، كل حب. طبعا يكفي ان ربنا من فوق سبع سماوات وصانا عليها. طبعا. تمام، يكفي ان الانسان حينما يموت تمام
الإنسان حينما تموت أمه يسمع منادي من قبل السماء يقول له يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، من أجلها فافعل عملا صالحا لنكرمك من أجله. تمام سيدنا النبي تمام جاله واحد تمام بيقول له يا رسول الله إني وفيت حق أمي عليا، أنا حق أمي يعني أمي ملهاش حق عليا، خلاص الحق اللي كان عليا وفيته. النبي سأله قال له إيه اللي أنت عملته مع أمك علشان حقها وفيته؟ قال له يا رسول الله أمي عاجزة، عاجزة مشلولة، حملتها على ظهري تمام في البيت الحرام في السعي والطواف والإفاضة تمام في الحج يعني. أيوة حملها على ظهره تمام. فالمهم طبعا هي فيعني هذا الولد ان هو يعني عمل بامه كل ما نسك الحج وهي على ظهره تمام. فهو راح للنبي بيقول له يا رسول الله امي ما لهاش حق عليا، حقها اللي هو عليا انا اديته، عملت فيها ايه؟ قال له حجيت بيها سعيا وطوافا تمام. النبي قال له والله والذي بعث محمدا بالحق النبي كل هذه الأشياء التي فعلتها لا تساوي طلقة واحدة من طلقات يوم الولادة. ونعم بالله، سبحان الله يا ربي. فطبعا فهي لها فضل علينا كبير. أكيد طبعا. وأنا أشكر يا أحمد بيه، أشكر طبعا الظروف وأشكر الأيام اللي هي أنا بشكرك يا فضيلة الشيخ. أنا بشكرك يا فضيلة الشيخ وشكرا ليك كثير يعني بجد، وبشكرك وربنا يحفظك ويكثر من معلوماتك كثيرة في العلم وفي الدين يا رب العالمين. الأم هي كل شيء حلو. الأم هي يعني شوف، قال له يا رسول الله أنا حملت أمي على ظهري وطفت بيها وحججتها بيت الله. قال له لأ انت كده ما وفوتهاش. يعني شوف انت مهما تعيش عمرك كله عمرك ما توفي امك، عمرك ما توفي ابوك. الاخ اللي بيسيب الام ما بيسألش على امه غير في فترات متعددة. الفترات المتعددة اللي انت بتكون فيها دي بتكون فيها فين؟ مع زوجتك؟ هي زوجتك دي يعني زوجتك ولا امك؟ معانا اتصال ونقول الو. الو، الاتصال اتقطع. فطبعا انت مهما تعمل مش هتوفيها. فبحب اقول للرجاله ولاخواتي البنات إن اللي بينسوا مجرد ما بيشغلهم وقت في الشغل أو في الحياة أو في مفرمة الحياة اللي الناس بتعيش فيها واللي احنا عايشين فيها، يسألوا على والدتهم. اسأل على والدتك، قول لها انت محتاجة ايه. والله ما هتجبرك، مش هتقولك انا محتاجة وانا 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 وانا، لا دي زوجتك اللي ممكن تقولك انا عايزة وانا 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 وانا. لا، الأم عمرها ما تجبرك. لو جيت قلت لها أنا تعبان هتيجي تقول لك ربنا ياخد من عمري ويعطيك أو يديك. شوف قد إيه حنان الأم. الابن لما بيكون محتاج حاجة مش موجودة، لو وصلت لعينيه الأم تقول للدكتور خد عينيا اديها له. قد ايه العمر وفيه؟ الام وفيه. قد ايه الام حنونه. فكرت كم مره تكون متضايق تيجي ترمي نفسك في حضنها وتقول لها انا متضايق من واحد واثنين وثلاثه، هتقوم من حضنها ناسي الدنيا وما فيها، ناسي كل حاجة. بجد أحب أقول لكم
اني لازم تكونوا مع والديكم الام والاب. خليكم يعني انتوا دلوقتي قريبين منهم جدا، ما تسيبهمش. الشاب لما بيكبر او لما بيوصل لسن الرشد والام سنها تكبر وتحصل فيها امر بينزعج منه، لو هو جه سندها مرة في التانية بيتعب منها، يقول لها انا تعبت، انا كل شوية قاعد بسند فيكي، كل شوية قاعد بشيل واحط فيكي. لا، لو انت لا قدر الله حصل لك اي شيء هي بتشيلك طول عمرها. معايا اتصال تليفون، هنقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، مبارك على البرنامج، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا دكتوره، بجد بجد انا حاسس بالوحده من غيرك يا دكتوره. والله بجد شيء جميل، شيء جميل ومشرف، والحلقة جميلة وأنا قاعدة مستمتعة بيها بصراحة. ربنا يبارك فيك يا دكتورة. الدكتورة هاجر الحسيني اللي بتكون معانا في برنامجي وبرنامجها، بجد أنا النهاردة مفتقدك جدا جدا يا دكتورة، وأشكرك على اتصالك الجميل يا دكتورة. يا دكتورة استاذي فاضل، انا عايزه اقول لك ان انا يعني بالفعل فرحانه جدا بيك، وكلامك رائع والحلقه كلها جميله بجد، يعني تحياتي ليك يا استاذ احمد. ربنا يبارك فيك يا دكتوره، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والست الوالده بخير وتكون طيبه يا رب العالمين. ربنا يخليك. عايزه اضيف بس جزئيه صغيره لو تسمح لي. اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي. عايزه اقول للشعب المصري وكل الشعوب ان عيد الام عمره ما كان يوم واحد، عيد الام طبعا هو 365 يوم على مدار السنه. صح. لان الام ذكرت في القران والرسول اوصانا على بر الوالدين، برضو الام هي هبه، الجنه تحت اقدامها، الام هي الاستقرار وربط الاسره طبعا، شريكه الهم والفرح وصاحبه الاراده التربويه والعنصر القوي في العائله. يعني الام دي هي مفتاح كل شيء، مفتاح التفاؤل ومستودع الاسرار. دايما الام بنحس انها شمعه مقدسه تضيء الحياه. فعايزه اوجه يعني تحيه وكل سنه وكل امهاتنا وامهات مصر بخير وصحه وسلامه، وبحييك تحيه كبيره على البرنامج الجميل وعلى ظهورك القوي بصراحه. يعني انا يعني عايزه اقول لك حقيقي انا معجبه جدا، وانا من ضمن المشاهدين اللي قاعده بتفرج على الحلقه. ربنا يبارك فيك يا دكتوره، وده بجد بجد يعني خالص الشكر ليك كتير كتير جدا يعني. ونشكرك يا دكتور هاجر، وبجد بجد انا سعيد جدا بتليفونك، واحب اقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وماما بخير وسعاده، وكل سنه وكل ام طيبه وبخير وسعاده. الدكتوره هاجر النهارده حابه تضيف لنا، تقول لنا ان عيد الام مش يوم واحد، مش 21 مارس، لا ده كل يوم في السنه، كل يوم في السنه عيد ام، كل يوم في السنه جنه الام، حنان الام. يعني عايز اقول لكم الام مدرسه، الام هي الأمان ليا وليكي ولي. معانا اتصال تليفوني، أستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا تحياتي لحضرتك يا أستاذنا، وما شاء الله عليك برنامجك ناجح وبداية موفقة إن شاء الله، وتحياتي لاختيار الموضوع يعني. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك. كل أم طيبة في مصر إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. مكان. تحياتي لحضرتك. جبت هديه ولا ما جبتش يا استاذ محمد؟ يا باشا كفايه انها موجوده معانا كده، وربنا يخليها لك يا رب ويبارك لك فيها. امهات المسلمين جميعا يا رب. يا رب يا رب، ربنا يخلي لك مامتك. انا بس حابب اقول لك
حاجة، اتفضل. حابب انك تستمر وربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح دايما يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. تحياتي لحضرتك وشكرا على انك وصلت رسالة لكل الشباب وانهم يحافظوا ويبروا على ويبروا والديهم، وربنا يا رب يحفظك ومزيد من النجاح يا استاذ احمد يا رب. ربنا يبارك فيك يا استاذ، ربنا يجازيك كل خير يا استاذ محمد. انا اشكرك يا استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذ محمد. واحب اقول للست الوالده كل سنه وانت طيبه يا والده محمد، ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك، ويا رب يا رب يا رب يشفي كل ام مصريه شفاها الله وعفاها ربنا يا رب العالمين. نسال الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم ان يشفي كل مريض ويشفي كل ام ويشفي كل اب ويشفي كل مريض موجود في مصر. وبخصوص موضوع، معانا اتصال تليفوني استاذ احمد من القاهره، الخط قطع، هنحاول نكلمك تاني يا استاذ احمد. طبعا بخصوص ربنا يشفي كل الامهات، طبعا بحب اوجه وبقول لكم بجد كل مشاهديني يعني يدعي بالشفاء لجدتي، ربنا يشفيها ويعفيها من كل اي مرض وكل اذى يا رب العالمين. وكل سنه وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يديك الصحه والستر يا رب العالمين، ودايما تكوني معايا ودايما كده تكوني مباركه وموجوده معايا في كل مكان انا بروح فيه وبسمع صوتك. بس معانا اتصال تليفوني الاستاذه اميره، نقول الو. الاتصال شكله اتقطع. شفاك الله وعافاكي، وربنا يا رب يشفي كل ام مصريه ويشفي كل يعني المرضى جميعا. نرجع طبعا للناس اللي بتجهل والديها، بقول لهم مش تجهلوهم، الام عمرها ما كانت حمل عليك. معانا اتصال تليفوني استاذ احمد، الو. الو، الاتصال اتقطع. فطبعا الام عمرها ما تكون تقيلة عليك ولا الاب هيكون تقيل عليك. لو شلت امك وابوك فوق بعض مش حمل عليك، مش تشيلهم اللي انت هتشيلهم شيل، لا، انت هتكون لهم سند وتكون ليهم حاجة حلوة، بهجة حلوة. النهاردة الأم بتخش تبقى حاطة إيدها على خدها متضايقة. متضايقة من إيه يا أمي؟ ابني مش موجود جنبي، ابني مش جنبي، مش معايا. طب ما ابنك موجود. لأ، مش بيسأل عليا. لأ، بقول لكل شخص اسأل على أمك. معانا اتصال تليفوني الأستاذة أميرة، ألو. معانا اتصال تليفوني الأستاذة أميرة، ألو. أيوة يا أستاذ أحمد. ألو، اقفلي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أستاذة أميرة. ألو. ألو يا أستاذ أحمد، ازيك يا أستاذة أميرة؟ اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذه اميره، عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، انا مبسوطه جدا بالبرنامج بتاعك، انا متابعاك من اول حلقه. ربنا يبارك فيك يا استاذه اميره. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. كل سنه والوالده بخير والله. الو. ايوه انا مع حضرتك. كل سنه والوالده بخير وانت طيب، وان شاء الله ان شاء الله نسمع حلقات تاني جميله زي كل حلقه. ربنا يبارك فيك. الحلقه النهارده يعني جميله، وانت وصلت رساله فعلا لناس كتير مش اخده بالها ان الام يعني هي كل حاجه، وان كل يوم عيد فعلا مش يوم واحد بس. طبعا. وانا مبسوطه بالحلقه فعلا. انا مبسوط بتليفونك، انا مبسوط بتليفونك يا استاذه اميره. شكرا ليك يا استاذه اميره. ناخد اتصال تليفوني الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ احمد.
السلام عليكم يا نجم الإعلام ويا فخر السعيد. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، منور دايما الشاشة. أشكرك يا أستاذ أحمد. وطبعا أنت نجمك صاعد بشكل واضح. شكرا يا أستاذ أحمد. وطبعا حضرتك دارس إعلام أكيد، لأن حضرتك دايما بتحدث بشكل منطقي. جزاك الله كل خير. أحب أقول في تلك المناسبة الطيبة أن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لبر الوالدين قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ونعم بالله. وهنا أن الله سبحانه وتعالى حتى في حال أن الوالدين قد جاهد الابن أو الابنة على أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى أن يعاملوهما معاملة سيئة. صح. على الإطلاق إن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالوالدين. ونعم بالله. أوصانا بالأم وبالأب. طبعا. والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة مواقف في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيت والدته رضوان الله عليها وهو في سن السادسة من عمره. صح. كان طفلا صغيرا، فتبنت تربيته وتربى في كنف السيدة حليمة السعدية والسيدة أم أيمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يبادر دائما بالخير مع السيدة حليمة السعدية، ولم ينسى أنها ربته حتى ماتت السيدة حليمة السعدية وكان يودها. رحمه الله. والسيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتبر أما بعد أمه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يراعيها وبكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. فلابد أن نعامل الوالدين، أن نحسن معاملة الوالدين. طبعا. وإن كان هناك صحابي جليل يسمى بعلقمة. وكان رجلا صالحا، كان يصلي ويقيم الليل ويفعل كل خيرات، وكان يصوم ويقرأ القرآن، ولكنه كان يفضل زوجته على والدته. فعندما حضره الموت كان لا يستطيع أن ينطق الشهادتين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فسأل النبي: هل أحد والديه حيا؟ قال له: أم. فأتى بأمه فقال لها: ما حال علقمة معك؟ قالت: إنه زاهد عابد يا رسول الله، ولكنه كان يفرق ويفضل زوجته علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحضروا الحطب، نطهره في الدنيا أفضل من أن يعذب في الآخرة. فتأتي الأم باكية حافية تقول: ولدي فلذة كبدي يا رسول الله، إني أشهدك أني قد سامحته. علقمة فيجوده ينطق الشهادتين لأن والدته قد رضيت عنه. ونعم بالله. رضا الأم. الشبكة الخط فصل. طبعا يا أستاذ أحمد، حضرتك بتتكلم كلام صحيح جدا، وكلام يعني ما يعني ملوش حاجة بعديه بجد. الموضوع اللي كان بيحكي فيه الأستاذ أحمد إن دلوقتي الزوج ده الابن ده كان مهتم بزوجته وما كانش مهتم بوالدته. فمعانا الاتصال مدام أميرة. ألو؟ 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 السلام عليكم. وعليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون شوية مدام أميرة وارجع وخليكي من التليفون. إيه؟
الو ايوه خلاص انا وطيته، خلاص وطيته. الو 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 ايوه انا معاك يا فندم. ايوه كنت عايزه اقول كلمه. حضرتك منور طبعا الشاشه كلها، وطبعا انا بحب حضرتك وكنت بتابع حضرتك من اول حلقه، ربنا يبارك فيك يا رب. وحضرتك منور الشاشه طبعا. انا بس كنت عايزه اقول كلمه لماما واقول لها بس كل سنه وهي طيبه ويا رب يديمها معانا يا رب. يا رب كل سنه وانت طيبه يا استاذه اميره، وكل سنه وماما بخير وسعاده يا رب العالمين. يا رب. انت عندك كام سنه يا استاذه اميره؟ انا عندي 12 سنه. ايه؟ عندي 13 سنه. 13 سنه؟ يبقى الانسه يبقى الانسه اميره. عندي 13 سنه. الو؟ طب يا اميره اتصال قطع. الو معانا اتصال تليفوني المدام اميره تانية. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم معاكي سامعك. البرنامج بتاع حضرتك تحفه جدا ربي. وانت ما شاء الله عليك بجد، يعني البرنامج تحفه جدا. وانا عايزه اكلم حضرتك على عيد الام. بصراحه يعني مهما جبنا مش هنعرفه نجيبوا لها اي حاجه من اللي هي عملته معانا طبعا، لان هي تعتبر ام مثاليه جدا طبعا. مش قادره اقول لك شقت قد ايه وتعبت قد ايه، بس عايزه كل الناس اللي بتتفرج عليك تدعي لها ان ربنا يشفيها، لان هي تعبانه جامد. ربنا يشفي والدتك يا رب بالشفاء. انا عاجل نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء عاجلا ان شاء الله. يا رب يا رب. يا رب. انت حضرتك هتجيبي لها ايه؟ استاذة أميرة؟ أنا جبت لها مش عارفة أوفي لها حقها بصراحة. أنت جبت لها ولا من لسه مش هتجيبي لها؟ لا إحنا مهما نجيب مش هنوفيهم طبعا، بس بقول لك أنت جبت لها ولا مش هتجيبي لها؟ شكرا ليكي يا مدام أميرة. الاتصال اتقطع، شكرا ليكي. كل سنة وهي حضرتك طيبة، وكل سنة وماما بخير وسعادة يا رب العالمين، وهي طيبة ماما، وربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله، وتشوفيها كده على أحسن حال إن شاء الله. فنرجع العيد الأم السعيد، عيد الأم اللطيف الجميل اللي كله فرحة اللي كله بهجة. مجرد ما تبص امك ليك او انت عينك تقع في عين مامتك وانت مبتسم، بتكون ايه قمه السعاده اللي بتكون فيها ماما؟ بتبقى سعيده جدا اللي انت مبسوط، بتبقى موجوعه قوي لو شافت دمعتك. الام هي الكون كله بأكمله. الأم هي الجنة اللي انت عايش فيها في دنيتك. ساعة الشباب اللي أو البنات اللي هاملة مامتهم، ساعة فوات الأوان. معانا اتصال تليفوني الأستاذ علا. الاتصال اتقطع. بعد يعني ما بيفوتك الأمر والأم ربنا بيفتقرها وبتروح للآخرة وبين يدي الرحمن، بينزل ملك من السماء بيقول راحت اللي كنا بنرحمك من أجلها، أعمل عملا صالحا لنرحمك منه، لكي نرحمك منه. فشوف قد ايه امك شايلة عنك. امك في دعوتها ليك بتقول لك ربنا يحميك، روح يا ابني ربنا يسهل لك طريقك، روح يا ابني ربنا يكرمك، ربنا يرزقك، ربنا يديلك. الابن مننا اللي بيبقى محروم من الخلفة، اكتر دعوه بتاخدها من امك ربنا ينوي لك اللي في بالك ويرزقك يا ابني بالذريه الصالحه. مش بتسمعها من امك؟
قد ايه بتخش في قلبك، قد ايه بتحسها. الام اللي انا فاكرها دلوقتي وشايفها قدام عيني اللي قالت لي، اقول لها انت محتاجة ايه يا امي؟ تقول لي انا افكرها تقول لي انا محتاجة مثلا حاجة اقدر اساعدها بيها، حاجة اللي انا اقدر اجيبها لها، حاجة تقدر بالمال. لكن هي طلبت شيء مش بالمال خالص، طلبت ابني يسأل عليا. انت عارف يا ابو قلب جاحد ان انت ما بتسألش على امك وسايبها وهي امك ذو احتياجة ليك، وبتتمنى ان انت تبص لها وتقول لها ازيك يا امي، او في يوم زي يوم 21 مارس اللي العالم العربي كله والشرق الاوسط كل المتوسط كله في كل انحاء العالم بتنتظر هذا اليوم للام علشان تحتفل وتمسك ايد امها وتبوسها. البنت في واحده بتجيب هديه لمامتها تفرحها وهي راضيه عنها، وفي واحدة تاني بتبقى جايبة الهدية وهي متغصبة. وطبعا في ناس كتير قوي يعني، ناس كتير جدا يعني بتحوش المصروف عشان تجيب الهدية. كلنا عملنا كده، كنا بنحوش المصروف بتاعنا عشان نجيب هدية لأمنا. ومثال على فكرة، مش أمك يعني الأم دي مش هي اللي حملتك في بطنها بس، الام دي الدادة اللي عندك في المدرسة، امك الام دي اللي بتخدمك وبتخدمك وانت قاعد على فراشك. معانا اتصال تليفوني الاستاذة حسناء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا استاذة حسناء؟ منور والله. نورك يا فندم. على البرنامج انا متابعاك من اول حلقات والله، معجبه بيك جدا. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيكي. موضوع الحلقه النهارده جميل جدا. اشكرك يا فندم والله بجد، انا سعيد جدا باتصال معاكي. ماشي. جبت ايه يا استاذه حسناء لماما؟ جبت ايه لماما؟ اه ماما نجيب لها، مش هقدر اوفيها يعني. ما اكيد عمرنا ما هنوفي طبعا والدينا يعني، بس انت ناويه تجيبي لها ايه ولا مش هتقولي لي يعني؟ مش عايزه تقولي يعني انت تفضحي الدنيا يعني. لا ان شاء الله هجيب لها عبايه. ايه؟ هجيب لها عبايه. عبايه، كل سنه وهي طيبه طبعا، وكل سنه وكل ام طيبه في مصر كلها يا رب. شكرا ليك يا استاذه حسناء. ف نرجع، فدلوقتي كلنا كنا الست اللي هي بتخدمك في البيت هي امك، الممرضه اللي في المستشفيات فهي ام، ان هي بتديك الحاجه بتعاملك بتبتسم لك فدي امك، بتعتبر يعني انت ام. زمان لما كنا صغيرين كنا بنحب المدرسه بتاعتنا، تحبها كوالدتك كامك. تتخيلوا كنا بنجيب ايه؟ انا واحد من الناس كنت بجيب ورده، اشتري ورده من اللي هي الملفوفه دي وكنت بقدمها للمدرسه بتاعتي. في مره من المرات مدرسه احتفظت بالورده دي، انا فاكر الوقت اللي انا عطيتها لها فيه، انا كنت في ابتدائيه، في يعني في تانيه ابتدائي. لحد ما وصلت لسنه خمسه ولقيت المس جايبالي الورده دي بتقول لي فاكر دي؟ يعني بعد ثلاث سنين وهي محتفظه بيها. هي احتفظت بها ليه؟ علشان انا اعتبرتها والدتي واديتها هديه. الهديه عمرها ما كانت بالقيمه، مش بالفلوس، إذا كانت رخيصة أو إذا كانت غالية فهي عمرها في نظر والدتك ما هتكون رخيصة.
هي غالية عشان هي جاية من الغالي أو من الغالية، بنتي حبيبتي. على فكرة زي ما بطالب الأولاد يكونوا حنينين على مامتهم، زي ما بطالب البنات تكون حنينة على مامتهم، يعني يكونوا حنينين على مامتهم. في بنات بتحب باباها أكتر من مامتها، وفي أولاد بيحب ماما أكتر من بابا، وفي أولاد بتحب بابا أكتر من ماما، بس هما الاتنين في ميزان واحد، في كفة واحدة، مفيش حد رجح عن حد. يبقى النهاردة بقول لكم الأم هي كل حياتك، هي كل شيء جميل عشت معاك فيه، يعني انت عشت معاها وهي عشت معاك فيه. ذكر نفسك لو تيجي تنسى امك بحاجة عمرك متهيألي يعني عمرك ما تنساها. لو انت بطنك وجعاك، بطنك وجعاك كده في البيت وبتقول اه يا بطني، بطني وجعاني، الام لو نايمة بتصحى وتبقى تحت رجليك نفسها تشيل عنك الوجع. فعلشان انا دلوقتي وقت البرنامج خلاص هيخلص معايا دقيقة وهيخلص، فحابب اقول لكل ام مصرية كل سنة وانت طيبة، وحابب اقول لأمي وحبيبتي كل سنة وانت طيبة، وحابب اقول لامرأة عمي كل سنة وانت طيبة، وحابب اقول لكل المصريين وتيتا طبعا كل سنة وانت طيبة، وكل ام في مصر كل سنة وانت بخير وسعادة يا رب العالمين. واتمنى لكم يعني اكون اسعدتكم في البرنامج اللي انا النهاردة بتكلم معاكم في بمناسبة عيد الام. فاتمنى بجد اكون افدتكم واسعدتكم. وطبعا اشكر الاستاذ محمد، واشكر الاعداد الجميل، واشكر الاستاذ محمد الملكي اشكره، واشكر الاعداد الجميل اللي موجود معانا، وطبعا من برنامج الحياه حلوه. فبقول لكم كل حياتنا كلها حلوه، واشوفكم على خير، الى اللقاء لحلقه جديده ان شاء الله مرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.